اهلا بكم من جديد مع ضيوفي. هنحاول ان احنا نقرا المشهد بالراحه كده وبمحاوله للتعمق في القراءه. احيانا الاحداث لما بتبقى متسارعه مؤلمه ما بنقدرش ان احنا نقرا المشهد بشكل دقيق، لكن معايا 2 من الاساتذه اللي هم يقدروا يقرا المشهد بشكل افضل مني كثيرا، خاصه ان انا كنت جوه قلب الحدث قوي، فاتمنى ان هم يكون عندهم رؤيه اكيد افضل مني كثيرا في هذا الامر. استاذ ديا رشوان نقيب الصحفيين السابق ورئيس مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه بالأهرام، وصديقنا طبعا واسية اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني. لكن خلونا نبدأ أولا بكلمة البابا تودروس الثاني التي يعني ألقاها منذ قليل من المقر البابوي فور وصوله من اليونان بعد أن قطع زيارته. طبعا الاهتمام الدائم والاهتمام العالي ده هو بالمسبحة والترتيبات والتكريم لإخواننا اللي سبقوا على السماء، وهذا التكريم أقصى تكريم بتقدمه الدولة، وإظهار أيضا للمشاعر الطيبة اللي بتضمنا كلنا كمصريين، وده بيحتاج مننا إن كل واحد فينا يبقى مساعد في ضبط النظام. طبعا المشاعر الإنسانية عندنا مشاعر في المواقف دي بتبقى عالية، لكن عايزة تبقى منظمة وبالذات إنها مجهولة لكل العالم، ومش بس مجهولة للعالم، إحساسنا إحنا إن إحنا بنكرم إخواننا اللي سابوا الأرض وراحوا السماء وفي عمل جبال لإنسان أو لبشر ليس لديهم أي ضمير ولا إحساس ولا مشاعر، و الموقف ككل عايز قدر الإمكان إن إحنا نكون فيه مرتبطين، لأن طبعاً دي مواقف استثنائية في حياتنا كبشر، وربنا يعدي الساعات اللي جاية كده بسلام وبخير، ويعزي هذه الأسر كلها، كل أولادنا، كل بناتنا، رجال والسيدات فيها والأطفال الصغار، بنصلي كلنا من أجل إخواتنا المصابين في أكثر من مستشفى، بنصلي من أجل الدكاترة وفرق الطوارئ اللي بتقوم بالرعاية، القوات المسلحة فتحت المستشفيات العسكرية لاستقبال الحالات المرضية والتدخل الطبي والصحي والعلاجي والجراحي على طول. طبعاً حضراتكم عارفين النهاردة يوم إجازة، لكن كل أجهزة الدولة اشتغلت في هذا الموضوع. ربنا يعزي الجميع ويعزي مصر ويلم الجراح اللي موجوده في قلبنا كلنا، واحنا واثقين زي ما الكتاب المقدس بيقول كل الاشياء تعمل معا للخير. صحيح في مراره وفي حزن، في الم شديد جدا، لكن بثقه الايمان ومحبتنا لله نقول ان كل الاشياء تعمل معا للخير. الله ينظر لمصر ويحفظهم من كل شر، ويحفظ كل المصريين، ويحفظ حياتنا جميعا في سلام في هدوء، واهم شيء هو الوحده القويه اللي بيستند اليها الشعب المصري، وحدتنا، وزي ما احنا معروف علينا ان في امثال هذه الظروف بنقف ويا بعض وبنسند بعض وبنعزي بعض، وهذا الحزن والالم الكبير بنتقاسمه كلنا معا. ربنا يعزيكم وشكرا لحضوركم. مع اي حاجه ده كان كلام البابا تودروس الذي سيرأس غدا القداس الجنائزي، وهناك انباء عن جنازه رسميه وشعبيه ستخرج ايضا من مكان قريب من مدينه نصر، والانباء تتردد ان الرئيس السيسي سيكون على رأس هذه الجنازه مع البابا، ولكن طبعا احنا لا نستطيع ان نؤكد ده، وده نتركه لغدا لانه ليه دواعي التأمين. استاذ ضياء، قريت مشهد النهارده ازاي؟ ده تغير نوعي في عمل الجماعات الارهابيه، ولا ده تصعيد غير متوقع؟ قريته ازاي؟ طبعا في البدايه احنا بنقدم التعازي للمصريين جميعا، مش فقط اهالي الشهداء واللي هم اولى قطع بالتعزيه، لكن العزاء لنا جميعا.
يمكن انا هبدا جاب سؤال حضرتك، وده مش تلبس لدور داعيه ولا خطيب ولا عالم علماء الدين، لكن ثبت على رسول صلى الله عليه وسلم حديث النبوي المؤكد صحيح تماما، حاول البعض التلاعب ببعض نصوصه لكنه ثبت: من اذى ذميا فانا خصمه، ومن انا خصمه خصمته يوم القيامه. ده نص الحديث. احنا مش بنتكلم هنا في اجتهادات، ده مجرد الاذى مش القتل ولا الترويع ولا ولا. وطبعا علماء الدين اقدر مني على سرد الاحاديث الكثيره فيما يتعلق بالاخوه المسيحيين ايا كان موضعهم في الدوله. وبالتالي ده له علاقه باللي هقوله بعد كده. اولا من حيث المشهد، البعض بيرى، وانا رايي ان ده راي خاطئ، انه العمليه الارهابيه اليوم كانت رد على اعدام حبار او تأييده او لا. هذه العمليه لن تستغرق اقل من شهر للترتيب، لا يمكن. مش بنتكلم على سوفت تارجت، في فرق بين الاهداف السهله والاهداف الصعبه. الاهداف السهله كافيتيريا، محطه مترو، قهوه، مدرسه، لكن هدف رئيسي اسمه كاتدرائيه الاقباط الارثوذكس اللي جواها الكنيسه البطرسيه. مش بنتكلم على، في يمكن في ناس مش عارفه التواريخ، هذه الكاتدرائيه بنيت لكي تكون قريبه من موقع الكنيسه. الكنيسه قبل الكاتدرائيه، الكنيسه معموله 1910 او 11 والكاتدرائيه في الستينيات لما جاء عبد الناصر. فتم اختيار هذا المكان لانه هذه الكنيسه مهمه لدى الاخوه الاقباط، والكنيسه داخل الكاتدرائيه. الكاتدرائيه اللي اي حد من سكان شرق القاهره عارف انه بالليل الطريق اللي هو يعني حارتين بتتقفل حار كامله، وانه كان في محطه بنزين جنبها اتقفلت، وانه في تواجد امني كثيف. وبالتالي ده مش هدف سهل، وما اعتقدش ان في اي مجموعه ارهابيه هتقرر امبارح بالليل تبعت واحد او واحده بشنطه فيها متفجرات عشان تجرب حظها تدخل او حظه يدخل بيها او ما يدخلش. ده كلام بره العقل. هذه العمليه لها ترتيب مسبق، وهي عمليه كبيره والهدف صعب، وبالتالي طريقه التفكير دي تخلينا نفكر في اتجاه اخر. اثنين، طيب مين اللي عمل ده؟ هل اولا سوابق الاعتداء على الكنائس في مصر؟ طبعا احنا عندنا سوابق قديمه كانت في التسعينيات من وسيله اللواء، اكيد هيقول لحضرتك وقائع هو كان يعني رجل امن فيها، تمت على ايد الجماعه الاسلاميه والجهاد. ثم شهدنا يوم 13 اغسطس يوم فض اعتصام رابعه اعتداء على اكثر من 60 كنيسه في وقت واحد في مصر. بقول برضو الكلام ده ليه؟ لانه هناك نوعين من التفكير، او نقول التطرف الاسلامي في موضوع الكنائس. جزء من التفكير اللي هو جماعات الجهاد، الجماعات المتطرفه جدا بالجماعه الاسلاميه الجهاد داعش، لا 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 تنتظر فتوى. يعني هي بالنسبه لها المسيحي مستحل والكنيسه هدف مستمر، وبالتالي مفيش مشكله في ان احنا مش هننتظر منهم تبرير. يبقى المتعلق بقى بالمجموعات النوعيه التابعه للاخوان. المجموعات النوعيه التابعه للاخوان هي الانشط في القاهره، عشان بس نشوف المشهد. مين الجمعيات النوعيه التابعه؟ احنا عندنا حسم ولواء الثوره بشكل خاص. دول ما يسموا بالذئاب المنفرده ولا لا؟ لا، دي مجموعات، جمعيات، مجموعات فعلا. يعني لواء الثوره دي اللي اعلنت مسؤوليتها عن حادثه قتل سته من رجال الشرطه من الجمعه، اعلنت رسميا، واعلنت مسؤوليتها عن اكثر من عمليه سابقه. الملفت ده بقى الجديد اللي قدامي لسه شايفه حالا، انه وده كان يعني تنبؤ انا قلت الظهر النهارده، انه في بيانين طلعوا. واحد فيهم من لواء الثوره بتقول فيه: لقد تابعنا باسف شديد. تخيلي باسف، نعم، حادث التفجير الذي تعرضت له الكاتدرائيه بحي العباسيه، ونحن اذ نتقدم بالتعازي لاهالي الضحايا، فاننا نؤكد ان منهجنا المقاوم يبتعد عن استهداف عموم المدنيين ايا كانت مواقفهم وارائهم او انتماءاتهم الدينيه. دي الحركه النوعيه الاولى، ده لواء الثوره اللي قتل عادل رجائي، اللي قتل السته لسه السته يوم الجمعه، الحسم اللي هي قتله، الحسم حسم هي اللي قتله يوم الجمعه، هو صورة عادل بالظبط، العميد عادل. طيب هي بالظبط حسم بقى قالت ايه؟ اللي هي استبنت العرب، قالت الاتي: لقد علمنا نبينا حتى ونحن نقاتل الا نقتل طفلا ولا امراه ولا شيخا ولا عابدا في صومعتي، اما هؤلاء فلا دين لهم. اتكلموا على النظام، فقد استباحوا دماء الالاف. بقى دول التنظيمين، شوفوا بقى الام الاخوان قالت ايه؟ اخوان بتقول: نؤكد ان للدماء حرمه عظيمه في الاسلام، يقول الله تعالى كذا وضح بقى: فان دماء المصريين كلها حرام،
سواء كانوا مسلمين او مسيحيين، وبخاصة اذا كانوا عبادا او متنسكين او مسالمين. واستنعي جماعة الاخوان المسلمين والضحايا وتتقدم بخالص الاعزاء لاسرهم، فانها تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية. هذه البيانات، ايه تفسيرك لهذه البيانات؟ شوفي، كان يعني تنبؤي من الظهر انه قدامنا احد سبيلين. اذا كان هذا الامر مرتكب من جماعة تستبيح في الاصل دم المسيحيين زي داعش، لابد ان تعلن مسؤوليتها، لانه لا خشية لديها. داعش بتقتل حتى المتصوفة المسلمين، ذبح الراجل المتصوف الكبير بتاع سينا قدام الناس كلها، فما عندهاش خشية. اذا كان الامر، وده الارجح نتيجة انه مسرح العمليات القاهرة الكبرى هو مسرح عمليات اقرب لمجموعات نوعية الاخوان، فلا يمكن يكسروا هيئة المظلومية. لا يمكن يقول انا بقتل المدنيين. هو يستهدف اللي حصل لك النهاردة بالمناسبة، عشان ناس كتير تبقى واخدة بالها، واخواننا الاشقاء المسيحيين، الهدف من هذه العملية بالضبط هو ان يكون هناك شقاق بين اقباط مصر، ومش بين مسلمينهم بقى، وبين دولتهم. وتحميل هذه الدولة، يعني اللي قالوا بيان الاخوان بالضبط هو الهتافات اللي هتفت ضدك. البيان هو نفسه انه الدولة مسؤولة، وبالتالي انه الاعلام مسؤول. وان هنا بحيل نقطة تانية قبل ما يعني ارجع لك الكلمة، بيان الكنانة اللي الاخوان طلعوا فيه استحلال دم بشكل واضح، الجيش، الشرطة، القضاء، الاعلاميين، ده بيتسمى ايه في الفقه الاسلامي؟ دول بيسموهم الاعيان. استحلال دم، استحلال دم الاعيان اللي هم بيقوم عليهم النظام. اللي عملوه معاك النهاردة هو بالظبط تطبيق للمنهج ده، بمعنى انه واحد بيضرب بيفجر الكنيسة البطرسية، والتاني بيستجيب له فيروح ضارب في أعمدة الدولة اللي هي الرئيس والإعلام، فهو لا يحقق الهدف الإخوان. أنا بمنبه لهذا الخطر، خطر شديد جدا جدا جدا، وهنرجع بعد شوية نكلم في التحول النووي. لكن قبل ما انتقل لسيادة اللواء، أظن كمان أن هذه البيانات من التبرؤ هي موجهة للغرب، لأنه هذا حادث سيكون وهو بالفعل متقدم كل الصحافة الأجنبية وكل الهيئات الأجنبية من أول الأمم المتحدة وغيرها، لأنه في كنيسة وفي دار صلاة وغيره. فهو بالذات هو بيحاول دلوقتي أنه يغسل إيديه من هذه القضية ويقول لك لا والله ده مش أنا اللي عملت كده. سيادة اللواء، كل الناس النهاردة اتكلمت عن هل كان هناك تقصيرا أم لا؟ ده سؤال دايما بنسأله بعد حوادث الإرهاب. طبعا احنا شايفين الإرهاب في العالم كله، لكن فكرة أنه تخش القنبلة جوه الكنيسة، عند كنيسة يعني صغيرة سهل جدا تأمينها، إزاي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني برضك بشكر الأستاذ ضياء على ما سرده من معلومات مهمة، وأنا أولا بتقدم بخالص العزاء للإخوة المسيحيين في هولندا، مصاب المصريين جميعا، مصاب مصري، والمستهدف منه الدولة المصرية، وكل بيت في مصر النهاردة حزين على ما حدث بلا مبالغة. والنهاردة لذلك لما تشوفي في كافة الآراء وكافة الاتجاهات السياسية كلها بتدين هذا العمل، لأن احنا مصريين قوة واحدة. لكن أنا ببص لها منظور برضك أن هذه الحدث جلل والمصاب كثير، لكن إن شاء الله الأمة بتاعتنا بتنصهر في الاتحاد في ضد هذا العدو الغامض. كل أصبح دلوقتي على علم تماما إن هذا مخطط ضد البلد. هذه الجماعات مع اختلاف مسمياتها بالكامل تهدف زعزعة الاستقرار في البلد. ليه؟ لأن هذا الاستقرار كل ما نتقدم وتثبت القطايا هم عندهم بتنحصر فرص نجاحهم للعودة مرة أخرى لأي شيء، سواء للأمارة الإسلامية أو سواء للدولة الإسلامية. فإن هم النهاردة دي هدف عدائي كامل مستهدف به الدولة لزعزعة استقرارها، لكن الدولة ستستمر في عطائها بالكامل لمحاربة هذا الإرهاب الغاشم الذي لا يعرف مكان ولا زمان ولا رجل ولا امرأة إلى نهاية المصير، ونحن الأقوى ونحن نجد طولة في هذا الموضوع، لأن الدولة دولة قائمة. سعادتك النهاردة يعني موضوع النهاردة عزائنا في هذا الموضوع هو سرعة القصاص إن شاء الله. يعني هو القصاص، سرعة القصاص سيكون هو عزائنا في هذا المشهد. أما تحديد المسؤوليات سعادتك ده سهل جدا جدا، لابد إن هو سيد الوزير فتح تحقيقات فيها، عشان برضك ده جزء من الأشياء.
لكن الهدف الرئيسي للوزارة هو ضبط تلك الحفنة القاسمة في القريب العاجل جدا، لابد من ضبطها. وفي كاميرات في الكنيسة، فالكاميرات أكيد هتبين ده. ولكن سيادة اللواء، إزاي حد يدخل بقنبلة جوه الكنيسة؟ ما فيش ماتل ديتكترز، بيقولك الماتل ديتكتر موجود لكن ما بيشتغلش، ازاي؟ هو فندم التحقيقات اللي هي بتجرى دلوقتي بتشوف الكلام ده كله عشان تحدد المسؤول، المسؤول عن هذا الكلام والقصور فين وما سبب هذا الحادث، لان الحادث وقع، الحادث وقع، اذا دليل ان في قصور موجود، كويس؟ فهم التحقيقات هي اللي هتثبت في النهايه من هو المسؤول وما القصور جاي منين يعني. طيب خليني بس اقرا الخبر ده، لانه عن الترتيبات النهائيه لصلاه الجنازه غدا. انبا بولا اسقف طنطا عقد اجتماع بقياده القوات المسلحه بصوره نهائيه، تقرر ان مناسم الجنازه ستكون مرتبه من قبل رئاسه الجمهوريه والقوات المسلحه. طقس صلوات الجناز سيتراسه البابا توادروس في 10:30 بكنيسه العذراء مريم بمدينه نصر. الاباء والمطارنة والكهنة والمشاركين هيجوا من خلال وسائل نقل جماعي خاصة بالقوات المسلحة. الجثامين ستصل إلى الكنيسة بسيارات إسعاف، على أن يكون معهم ممثل من أسر الشهداء، وحضور الكنيسة سيكون قاصرا على أسر الشهداء، والذي يتم الآن توزيع تصاريح لهم بالدخول. نيافة الأنبا بولا قال أن التغطية الإعلامية ستكون قاصرة على التلفزيون المصري وستكون على الهواء مباشرة، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادات سيترأس القداس مع البابا توادروس الثاني في جنازة أخرى مهيبة في 3:00 من أمام المنصة بمدينة نصر. إذن عندنا حدثين، عندنا القداس الجناز، وده هيكون في اللي يترأسه البابا توادروس في كنيسة العذراء مريم بمدينة نصر 10:30، وهيكون عندنا الجنازة بقى الرسمية اللي هتكون من أمام المنصة في مدينة نصر في 3:00 مساء، وكل ده هيكون مذاع على الهواء مباشرة ويترأسها الرئيس السيسي. ضياء، على طول الجزيرة والوكالات الأجنبية وضعت عنوانا واحدا، هل انتهى شهر العسل بين الرئيس السيسي والأقباط؟ هل كان حادث البطرسية هو القاسم للعلاقة بين الأقباط والسيسي؟ كيف ترى ذلك؟ أنا الأول عشان أستكمل النقطة بتاعت الإخوان والموضوع، أنا هنا بوجه تحدي على الهواء للإخوان بكل قيادتهم داخل مصر وخارجها وكل أنواعهم وكل مستوياتهم. إذا كانت هذه البيانات اللي بيديني فيها هذه العملية وبيعتبروها مسؤولية النظام هي بيانات تعبر عن حقيقة، أنا بطلب منهم حاجة واحدة بس، هفترض أنه هذا النظام هو اللي قام بالعملية وهفترض أن تنظيم تابع للدولة، أنا عايز منهم وصف فقط إرهابي لكل من قام بهذه العملية أو عمليات سيناء. أتحدى أن ينطق الإخوان كلمة تنظيم إرهابي على من يقوم بمثل هذه العمليات او انصار بيت المقدس في يعني راجع تاني البيان، ارجع لي البيان الاخوان تاني من فضلك يا استاذ ضياء، بيان الاخوان ما فيهوش هذا اللفظ طبعا ولا يوجد، يعني نرجع تاني للبيان، هل ذكر ان يعني هو بيتكلم عن الحادثه كانها حادثه طبعا، لكن هو لا يوصف هذا الحادث بانه ارهاب، لا هو ولا حسم ولا لواء الثورة. أنا التحدي أبعد من كده، أنا مش عايز يوصف إرهابي أو مش إرهابي، هو عايز يقول إن من يقوم بمثل هذه العمليات سواء بقى نظام أو غير نظام هو إرهابي. لأنه لا يجرؤ على هذا الوصف الذي لم يفعله، لم يصدر كلمة إرهابي من الإخوان حول أي عملية تخص أنصار بيت المقدس أو داعش ولاية سيناء. ليه؟ لأنه هناك حلف وتحالف سياسي موضوعي فكري في بعض الأحيان بينهم، وبالتالي ما يقدرش يواجب هذا، فبالتالي انا بقول التحدي قائم. اي حد في تركيا في قطر في اي في الجن الازرق لو هو يعني شايف انه ده عمل ارهابي يبقى اللي عمله ارهابي، فيوصف لنا الفاعل مش الفاعل، انا عايز يوصف الفاعل، دي اول حاجه. اثنين، فيما يتعلق بقى بالسياسه، في دايما وهنا ده واضح في بيان الاخوان وده كان واضح في معظم العمليات السابقه في اول رد فعل اخواني وده له علاقه بكلام حضرتك اللي هو وتم مع المرحوم الشهيد هشام بركات، أول رد فعل أن هذه مؤامرة من النظام.
أن النظام يقتل أبنائه، أن النظام يفتعل. ده الكلام ده اتقال اتقال حتى على عمليات تخص إرهابية تمت ضد القوات. العميد عادل رجائي أول بيان طلع من الإخوان أن هذا من تنفيذ نظام عبد الفتاح السيسي. ده كلام، ده كان أول كلام اتقال. وطبعا هم عرفوا أنه في بيانات مسؤولية. العملية ككل هذه ليست يعني قتل 25 مصري مسيحي أو مسلم أو 25,000. يعلم الإخوان أنه مش ده الهدف. الهدف هو التأثير السياسي لهذا القتل. أوه. اختيار الكاتدرائية ليس الهدف. أنا أقول لحضرتك محافظة المنيا فيها عارفة كم كنيسة؟ تقريبا حوالي 600. محافظة القاهرة، نجوع مصر كلها كنائس. الهدف السياسي أن يضرب رمز المسيحية القبطية المصرية من داخله أو الكاتدرائية، سواء كانت بقى في البطرسية أو في غيرها. وبالتالي اللي بيعمل عملية من هذا النوع قطعا بيستهدف هدف سياسي. الهدف السياسي اللي الجزيرة استبقته. الجزيرة طول النهار اليوم كله بيعمل على هل يعني هذا هو الطلاق ما بين الاقباط والسيسي. ده اللي احنا بيسموه الويشفول ثينكينج، التفكير بالتمني. هو متمني هذا وبالتالي بيروج له منذ البدايه. السؤال بقى عندك، هل وانت بتواجه عدو في ميدان معركه جيوش او ميدان معركه سياسيه، هل بسذاجه تحقق لاول وهله الهدف اللي هو عايز يوصل له؟ إذا عملت ده أنت اتهزمت. ولذلك أي حديث عن تقصير أمني، نعم قد يكون هناك تقصير أمني، وأنا هقول لك بعد شوية ربما أو ربما لا. أي حديث عن تهاون ربما يكون أو لا، بس هو السؤال هل ده يبرر إيجاد حالة من الخصومة؟ لا طبعا لا، ما بين الأقباط وبين الدولة المصرية. اتفضل. شوف فندم، هو أنا عاوز أوضح للأستاذ ضياء نقطة. الإخوة الأقباط أنا عشرتهم كثير جدا في المنيا وفي الأقصر وفي القاهرة، ناس محترمين جدا جدا ومحبين لبلدهم جدا جدا، والدولة مصريين. والدولة احنا مصريين، وما فيش أنا عمر ما حسيت في يوم من الأيام إن في فرق مع الإخوة الأقباط في أي حاجة. ناس محترمين وناس وطنيين وناس بيشاركوا في كل شيء في البلد، بيشاركوا في التجنيد، بيشاركوا في يعني مواطن مصري أصيل. نعم. ولذلك والعزاء النهاردة فندم عزاء لكل مصر، وانا بقدم العزاء يعني نيابه عن كافه المصريين الشرفاء، ان ما حدث اليوم يعني ازعج كل بيت مصري سواء كان مسلم او مسيحي. يعني النهارده الشعور العام في حزن على هذا الحادث، في حزن بس في غضب برضو يا سياده اللواء. فندم احنا لازم برضو نحتوي هذا الغضب ونبحث عنه. يعني انا مع ضياء انه صحيح ان احنا لازم نشوف اساس وسبب ونفهم ايه اللي بيحصل، وما نقبلش ان ده ان احنا نقع في الفخ، لكن ايضا لازم نحاسب. شوف فندم النهارده المحاسبه دي فندم، النهارده لما تشوفي تصرف الدوله في هذا الحدث، دوله بدءا من رئيس الجمهوريه اعلن الحداد، كل الجهات كل الشخصيات المسؤوله انتقلت، الموضوع حدث جلل، مش حدث بسيط، لكن الدوله بتتعامل معاه بحرفيه كويس، ولن يترك اذا مسؤول قصر لابد ان يحاسب. لكن دلوقتي انت بتصرف دوله لاستيعاب الحدث. موضوع الغضب ده يا فندم ممكن يكون وقتي كله عاطفي النهارده، يعني حدك النهارده لما تعرضت للكلام ده كله، في ناس بتندس في المظاهرات ديت مش تبع الاقباط برضك، ممكن يكون عيال عاوزه تسخن الموضوع طبعا، مع وجود طبعا الاثر النفسي لدى اي واحد عنده حد ميت له، ممكن تصرف طبعا. لكن هو البلد هو مقصود يا فندم، كل ما انت حققت استقرار وكل ما حققت خطوات طيبه نحو استقرار سفينه البلاد ستحدث هذه الايه. انا بس عايزه كمان، مش بس الجزيره، فورن بوليسي على طول قفزت هاو ايجيبت سكوبت فيل اوت اوف لاف وذ بريزيدنت سيسي، كيف يعني فقد الاقباط حبهم وخرجوا من علاقه الحب مع الرئيس سيسي. ده على طول يعني احنا التحليل، هل فقد الاقباط حبهم للرئيس سيسي؟ ده سؤال بساله لك. انا اظن انه الغضب الشديد اللي حادث النهارده ان لم يحدث فيبقى الاقباط ده في ملحوظه مهمه جدا، المقال ده من يومين ده ملحوظه مهمه قوي. طيب. واحد تاني، اخواننا الاقباط واحنا قبلهم حزننا على هؤلاء الضحايا، طبعاً. لابد ان يكون يعني حقيقي.
هو حقيقي يا استاذ؟ لا يعني اصل هو حقيقي والغضب حقيقي. ايضا مشروع، لكن احنا يمكن ربما عشان بحكم طبيعه شغلنا وطريقه تفكيرنا وادراكنا للي انت بتقريه واللي انت حكيتي عنه بيخلينا نقول الكلام ده. يجب الا نقع في الفخ. أسوأ انواع الهزائم ان تحقق بيديك ما يريد عدوك. أيوة ده أسوأ انواع الهزائم طبعا. وده يعني أسوأ الاستراتيجيات. اذا كان الهدف هو ان احنا يحصل الانقسام ما بين الاقباط من ناحيه والدوله من ناحيه والمسلمين من ناحيه، احنا كده بنمهد لانهاء ما تبقى من 30 يونيو. 30 يونيو كفاها ما كفاها من صدمات تحالف وتفتيت، فهو مش ناقص اضافه. الدوله قد تكون مسؤوله، التحليل سياده اللواء وارد، لكن كمان انا بسال اسئله برضو من التحليل الامني، وده سؤال بطرحه على اخواتي. دخلت ازاي الشنطه اللي فيها القنبله؟ اقول لك سيناريو. قول لي. الواقعه تمت في الكنيسه البطرسيه مش في الكاتدرائيه. الكنيسه البطرسيه كاي كنيسه لها شعبها، الناس كتير مش واخده بالها من ده، اللي هم المعمدانيه بتاعتهم في الكنيسه اللي بيحرصوا على الصلاه فيها لانها كنيستهم. تريكي اصدقاء وليه اصدقاء مسيحيين ما بيصلوش في اي كنيسه هم واقفين جنبها. البطرسيه بالذات لا، يعني ما هو ساكن في المعادي بس هو متعمد في مصر الجديده، فبيصلي في الكنيسه اللي فيها المعمدانيه بتاعته، الكنيسه اللي فيها الاب بتاعه. نعم. ولذلك لما بنسمع دايما تعبير يقول لك اصل المسيحيين متسجلين في الكنايس، متسجلين باعتبارهم رعايه للكنيسه. فالمرجح في المرجح في موضوع الصلاه بانه الكنيسه البابويه، كنيسه ماري مرقس الرسول دي، بيجيها ناس من الاقاليم عشان يتباركوا بالبابا. صحيح. فدي مالهاش شعب. الكنيسه البطرسيه اللي من 1911 ليها رعية، واللي بيصلي فيها على الأرجح طيب. معروف تمام طبعا الجمهور. دخلت ازاي القنبلة؟ على الأرجح انه مفيش حد غريب، وانا قلت من شوية انه سواء حسمة ولواء الثورة مش هيجي بالليل امبارح يقول والله عبي الشنطة متفجرات وبعت الست بيها الصبح. مستحيل. على الأرجح ان من دخل بهذه المتفجرات شخص او شخصة دخل بشنطة مماثلة 7 مرات قبل كده، وفي كل مرة وهو معروف، وفي كل مرة يبقى فيها ربما أغذية أو أكل أو شرب كأنه تبرع، بحيث أنه هذا الشخص أصبح مأمون وأصبح فكرة دخوله بالشنطة أمر خلاص مقبول، مش من الأمن بره بس، من الشباب اللي جوه، لأنه داخل كل الكنائس بيبقى فيه شباب يتعرف. يعني ممكن يكونوا استغلوا واحد مسيحي أو واحدة مسيحية أو واحد مسلم إنها مسلمة هيخشوا الكنيسة ليه في وقت الصلاة؟ يا أستاذ لبيس، أستاذ لبيس، النهارده لما النهارده الحدث جلل كويس، والدوله واخداه بمحمل الجد في كل الاجهزه الامنيه كويس. النهارده عشان النهارده والمعنى معنى تشكيل فريق بحث على مستوى عالي في فحص وكشف غموض الحادث، لازم نبدا ازاي الاول؟ عايزين اجيب جناه، انا عاوز اعرف ازاي دخل وازاي حط الكلام من ده. يعني الموضوع ده يعني موضوع بيشغل الاجهزه الامنيه بالكامل، والتحقيقات ده اكيد لانه بيشعروا بالمسؤوليه، والتحقيقات ستقول كيف حدث هذا بالتحديد، عشان احنا برضك الاجتهادات دي برضك يعني لا بس عايزين كمان. ما هو ده سؤال في عقل كل مواطن مصري. ما هو النهارده عشان تفك لغز حادث لازم تقولوا دخل ازاي، ومين اللي دخل بمين، ومين اللي ساعده، ومين اللي جابله، ومين اللي جهز له، امال فريق البحث هيعمل ايه؟ خلي بالك ان في باب ما بين الكنيستين، ما بين الكاتدرائيه وبين الكنيسه، الباب ده كان المفروض هيتفتح، وبعدين كمان الباب ده مقفول لانه يعني بواب هذا الباب مات في استشهد في الحادث. فندم النهارده يعني انا برضك بتكلم يعني باعتبار الحاجات دي كلها حوادث كبيره بيتدخل فيها كافه الاجهزه الامنيه العامله في مصر. لازم تفك غموض الحادث ده ازاي؟ لازم اعرف ازاي دخل وجاب ايه ومين اللي جهزه ومين اللي عمله، بس هذا لا يمنع ان مفيش ميتال ديتكتورز هناك. مفيش ما دي برضك ما دي من ضمن الفحص فن دخل ازاي وهل في كذا ومين اللي عمله ومين اللي ساعده ومين اللي اداله. لكن يعني موضوع ما انا كبير عارفه انه معقد. طيب انا معي الاستاذ صابر عمار المحامي بالنقد وعضو لجنه الاصلاح التشريعي. مساء الخير يا استاذ صابر. مساء النور يا استاذ لميس. اسمحيلي في الاول اتقدم للشعب المصري والشعب وإخوة الأخباط خالص العزاء لحادث الجلل اللي حصل، وأن لأن أنا لسه عائد من سوريا خلال أقل من ساعة باجتماع اتحاد المحامين العرب. سوريا العزاء اتحاد المحامين العرب بالكامل، وحديث سوريا ده حديث تاني مهم، ده حديث ذو شجون. آه
الحقيقة حديث تاني مهم، لأنه كان في لقاء مع الشعب السوري ولقاء مع الرئيس الأسد، فده يمكن حديث آخر. إنما الحقيقة الحدث الجلل تعرض له الاتحاد النهاردة بالإدانة والشجب والعزاء للشعب المصري كله. نعم. الحقيقة عايز أقول لحضرتك مجموعة من النقاط السريعة. فضل. الأولانية إن هذا الاعتداء اللي تم اللي قام به ليسوا مسلمين، وإن الاعتداء اللي تم على حضرتك أيضا اللي تم به ليسوا مسيحيين، إنما دي مجموعات من البلطجية والإرهابيين اللي بتستغل الأحداث اللي بتمر بها مصر بما يتعين أن نواجهها مواجهة حاسمة مسلمين وأقباط. المسألة الثانية، يمكن أنا مشفق على أساتذتي وزملائي الأعزاء اللي حضرتك من فكرة محاولة البحث في ظل هذه الظروف عن كيف تم تسريب، لأن واضح إن ده مخطط أكبر بكتير من فكرة إن يبقى فيه أفراد، إنما ده مخطط في دراسة بتتم لاختيار المكان واختيار الوقت، وده اللي بيخلينا نقول احنا علينا اعتبارا من دلوقتي لحد اعياد الاقباط القادمه ان ناخد بالنا في فكره تامين كل الكنائس، سواء كان هذا التامين بيتم عن طريق وزاره التخليه او بيتم عن طريق الكنائس نفسها، حتى لا يستفيد هؤلاء الارهابيين بافساد فرحه المصريين. اختيار التوقيت كمان، المصريين كانوا بيتلقوا تهاني اخواتهم الاقباط بعيد ميلاد الرسول الكريم، وبالتالي بيفسدوا فرحتنا بهذا العيد ويفسدوا فرحة الأقباط أيضا بعيدهم، لأن النهاردة الحد عيدهم. خلاص الوضع بقى جنائزي جدا. طبعا. وبالتالي ده بيشير ايضا ان الحاله اللي قال عليها الاخ رخا في حواره معاكي من شويه، فكره التراخي الامني اللي موجود واللي بنعيشه كلنا واللي بنشوفه تقريبا في كل مؤسسات مصر، في تراخي أمني وتواكل شديد جدا وعدم حرص. يجب أن يدرك المصريين كلهم أن المعركة لسه ما انتهتش، وأن اللي حصل امبارح في شارع الهرم واللي بيحصل النهاردة في وسط القاهرة في العباسية في شارع رمسيس يدرك أن الخطر في وسطنا، وبالتالي الحذر مسؤوليتنا قبل ما تبقى مسؤولية وزارة الداخلية. مرة الأخرى بشارك المصريين في الاعتذار لحضرتك من هؤلاء البلطجية اللي حاولوا يعتدوا عليك، وأنا لكن عارف أن حضرتك صحفية ودي جزء من مخاطر المهنة، وبالتالي ده وسام أيضا بيضاف لك. نمرة اثنين، بشارك في عزاء الإخوة الأقباط كلهم بلا استثناء وبعزاء كل المصريين. ونمرة ثلاثة أيضا أجب أن أنا أهني المسلمين بأعياد ميلاد سيدنا محمد، لأن هذه العمليات الإرهابية مش هتخلينا ننسى فرحتنا. وأنا شاكر جدا على بشكرك ساعة الصدر. بشكرك أستاذ صابر عمار. قبل ما أرجع الأستاذ دياب، مستشار أمير رمزي، مساء الخير يا سيادة المستشار. لميس وألف سلامة ليكي. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك يا أمير، ميرسي. تفضل. يعني طبعا حالة، يعني كلنا عندنا حالة الحزن لما حدث اليوم، لكن انت بتقرا الحادث ازاي؟ حادث يقترب من الكاتدرائية على بعد امتار جوه الكنيسة وقت الصلاة، يذكرنا بالقديسين، يعني كيف تقرأ هذا الحادث؟ شوف يا لميس، هو حالة من الاهمال الشديد، يعني احنا مش قادرين نقول غير احنا بنتكلم ومش بنعمل حاجة. في الكلام اللي بيحصل ما بيش موجود، ما فيش حاجة على الأرض فعلا. احنا محتاجين ثورة من التوعية، الناس لازم تتوعى بصورة كويسة جدا. ما فيش أي تغيير، ما فيش أي مواجهة للجهل بأي صورة من الصور. احنا عندنا حالة من الجهل الشديد جدا موجود في المجتمع، احنا عندنا في تحزبات وانقسامات موجودة في المجتمع بجد. عندنا يعني تطرف كمان الحقيقة، لازم عندنا نواجه. تطرف رهيب جدا جدا عندنا. يعني الأشواك اللي مزروعة قادلها سنين وموجودة في المجتمع، وإحنا بنتكلم كلام لطيف جدا لكن مفيش أي حاجة بتحصل. إذا ما كانش هتتاخد خطوات تنفيذية، ولغاية إمتى؟ طب إحنا بعد 3-4 أيام الحادث ده هيتنسي وهنتلهي في أحداث أخرى. بالظبط. ما لغاية إمتى؟ وبعدين خدي بالك، الناس لها طاقة، الناس ليها طاقة في الاحتمال. واللي حصل النهاردة مع المسيحيين، مسيحيين حقيقي في حالة من الحزن شديد جدا جدا. وطبعا احنا مش بنقول مسيحيين بس، لان انا عارف كويس قوي اصدقائي المسلمين اغلبهم كلمني النهاردة وهم في حالة حزانة زي المسيحيين. صحيح. بس حقيقي الناس ليها طاقة، ولازم يكون في خطوات جريئة، ونحط تحت كلمة جريئة دي 1000 خط. بصي، المواجهات اللي بتتم
امام الارهاب النهارده انا شخصيا مش شايف ان في اي خطوات ضد الارهاب. ما فيش اي خطوات ضد الارهاب. ولازم نسمع الاسد. انا بشكرك سياده المستشار امير رمزي، هل فعلا ما فيش خطوات ضد الارهاب؟ شوفي عشان بس نبقى برضو يعني عادلين في الكلام، وكلام مؤسس. انا الاول الكلام اللي قلته حوالين المؤشرات انا بقول لك تاني وباكد انه هذه عمليه كبيره، والكلام اللي قاله الاستاذ صابر عمار انا بقول لك دي عمليه مرتبه، والدخول الى الكنيسه بهذا الشكل بهذه الطريقه بهذا النوع من المتفجرات في ظل معرفه الناس ببعضها يستلزم حاله من الالفه. وهذه الحاله بقى انا بقول لك اذا الامنيه تشوف مش مستبق احداث، بس انا بوجه مؤشرات عشان طبعا ندور عليها. كل ده بقى كل ده يا فندم محل بحث طبعا. ايوه أنا بس ده سؤال بيشغل الناس احنا كلها. بنطرح احنا الاجهزه بتعمل احنا كخبراء بنخرج بنقول راينا انه خلوا بالكم المساله مش انتقام لحاجه حصلت امبارح، وخلي بالكم في باب بين الكنيسه والكاتدرائيه. فده نمره واحد. نمره اثنين اللي انا عايز اقول حاجتين بقى يمكن بعض الناس يعني ما يوافق او يعني يصدم مني. واحد انه احنا امبارح وده يعني حصل في بلد بتعادينا سياسيا عداء شديد تركيا. وحصل قبلها وكنا بنتكلم مع سياده اللواء بره انه في نيس في فرنسا واحد ركب تريلا وداس اي حد في السكه، وقبلها طلعوا بآلي وموتوا 120 في القهاوي، وكان رئيس جمهوريه فرنسا في الاستاد اللي تم تفجير كافيه جنبه. الارهاب ده مش تبرير له، لكن في حاجه اسمها لابد من التعايش. لابد من التعايش. احنا بنواجه مرحله لن تنتهي غدا. مرحله بدات في فتره ثم خفتت ثم عادت. واحنا مش عايزين مع كل حاله من حالات الارهاب او عمليه من عمليات الارهاب نحقق هدف وهو ترويعنا. هو الارهاب مش قتل، الارهاب هو تخويف. احنا ما بقولش يبقى دمنا بارد ولا نحزنش على شهدائنا، لكن لابد ان نعتقد ونتفهم انه الارهاب واقع. واقع طيب واقع بحجم ايه بقى؟ وده السؤال الثاني او ده النقطه الثانيه اللي لازم ننتبه ليها. مصر فيها 380 اسم ومركز شرطه تقريبا. وفيها في حدود 3000 كنيسه، وفيها من الصحف والتلفزيونات اللي هي الاهداف بقى اللي بنسميها الاهداف السهله. نعم. الارهاب لو يستطيع عنده كل يوم الصبح في مصر 1000 هدف ممكن يضربه، او يصحى من النوم لو عنده قدره على ضرب يقدر طبعاً يضرب. في تقليص للعمليات الارهابيه، ده حقيقي، ده امر لازم ده ندركه حقيقي. لازم ندركه كويس، لانه الاهداف في مصر، انا لو بتكلم على رجال الشرطه بس، عندي في كل اسم مامور اسم ورئيس مباحث، عندي هدفين في 350، عندي 800 هدف جاهز الصبح في المراكز والاقاليم، دي ناس ساكنه جنب يعني ما فيش مشكله انه يتتبعوا. عندي في الصحف كل مقر صحيفه او تلفزيون زي حضرتك هنا عندي فيه 5 6 اهداف. وبالتالي السؤال، هل في ظل عندي بلد متخمه بالسكان، عندي محطات مترو في كل حته، عندي كنائس في كل موقع، وبالتالي السؤال بيطرح نفسه، لو ان الارهاب في مصر بهذه القوه اللي البعض من الخضه بيتهيئ له انها موجوده، ليه ما بيحصلش كل يوم الصبح ان احنا نصحى على عمليات؟ العمليات اجرائيا احصائيا احنا عندنا في المركز عندنا شغل بنعمله احصائي، وعندنا زميلنا احمد كامل البحيري وهو شاب من الشباب الممتازين، واحمد مكلف بدراسه التراكم الكمي. الاحصاءات بتقول الاحصاءات بتقول ان 2016 الارهاب قل طبعا، العمليات قلت. احنا حاسين النهارده الاجراء يا فندم، النهارده الاجراءات الاحترازيه اللي بتقوم بها الاجهزه وضبط التشكيلات يعني ده يعني بالتاكيد ده مجهود يا فندم يعني كبير. بالتاكيد ولولا هذه الاجراءات ما كان يبقى زي ما تقول كده كل يوم حادثه. ده اللي بلفت نظر له ان ما يحبط اكثر كثيرا بكثير جدا يتسرب. طبعا يعني طبعا بالتأكيد طبعا بالتأكيد. لأن النية كمان، خلي بقى حضرتك، إرهاب التسعينيات كان وراه تنظيمين فقط، الجماعة الإسلامية والجهاد. الإرهاب الحالي عندنا تنظيمات قد تبدو مش حاجة واحدة، لكن هي عندها خبرات مختلفة. عندنا سينا ودول عندهم خبرة من 2003 من ساعة ما فجروا طابة، وعندهم دعم خارجي هائل. عندنا إرهاب وأسلحة جاية من الغرب من ليبيا. عندنا مجموعات النوعية للاخوان وبعض بقايا الجماعه الاسلاميه الصغيره او الجهاد اللي انضموا ليهم. ليه القاهره؟ ليه رجعنا للعاصمه؟ يعني كان كله سعيد. في سعيد. ماشي بس كان سينا ثم احنا دلوقتي احنا بنتكلم في عندنا عمليتين في العاصمه
واحده في العباسيه واحده في الهرم وعندنا في الصعيد، ايه الرساله؟ ازاي رجعوا تاني؟ ده يعكس امرين. الامر الاول اللي كنت بقول لحضرتك دلوقتي ان الارهاب ليس لديه امكانيات عشان يوسع مسرح العمليات، وبالتالي عليه ان يختار. هو عنده عدد محدود من البشر المجهزين، وعنده امكانيات لوجستيه وتنفيذيه متفجره وغيره محدود. فينقي ايه بقى؟ ينقي حيث الصدى السياسي. الصدى السياسي اللي هو من ضمنه النهارده انه يضرب الكاتدرائيه او يضرب الكنيسه البطرسيه عشان يحقق هدف سياسي، انه يحاول انه يغتال النائب العام، انه يحاول يغتال النائب العام المساعد. هو يريد ان يعطي رساله بانه سياسيا قادر على هز هذا النظام، او سياسيا قادر على شق هذه المنظومه الشعبيه ما بين نظام ودوله. ده ما يتحققش في طنطا ولا في قنا ولا في اسيوط ولا في المنيا، ده لازم يتحقق هنا في القاهره. وبالتالي نتيجه محدوديه الامكانيات ونتيجه انه الهدف السياسي بيفوق ده. وده اللي ياكد في الاخر انه احنا ازاء مجموعات اللي في القاهره بالتحديد هي مجموعات مقدمه لتنظيم اكبر وراها عشان عايز يحقق اهداف سياسيه عشان التنظيم ده يجي ياخد. التنظيمات دي ما تقدرش وحدها، لا حسم ولا لواء الاسلام ولا اي حد، هو ما يفكرش انه ياخد حكم. هو عباره عن العمليات الخاصه لاسقاط نظام عشان يجي الاخوان ياخدوا الحكم. طيب انا لازم اخرج فاصل، وهنواصل هذا الحوار بعد الفاصل، وهاخد كل الاتصالات كل هاتفيه، لكن نخرج فاصل لو.